أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. الصلاة. حي على الصلاة. الحمد لله أكمل لنا الدين وأتم لنا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. الحمد لله على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، أرسل إلينا أشرف الرسل وأنزل علينا أعظم الكتب وشرع لنا أقوم شرائع الدين، جعلنا من خير أمة أخرجت للناس وهدانا لمعالم دينه الذي ليس به التباس. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لله تعالى حق النصح وبلغ حتى أشهد أمته على ذلك، فقال: إنكم ستسألون عني غدًا فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، علم الجاهل وأمن الخائف ووفى بالعهد، قوم الله به المعوج وأقام به الدين والملة ونشر به الخير والإيمان وسبل الحق كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين، اتقوا الله تعالى حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا يا رعاكم الله
أن الخير كله في تحقيق تقواه، فمن اتقى الله تعالى وقاه، ومن أقرضه عوضه وأعطاه، ومن فوض الأمر إليه هداه، ومن توكل عليه حق التوكل كفاه. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد. إخوتي الكرام، مواضيع الجمعات معلومة عند الحاضرين والمستمعين، مواضيع الجمعات معلومة عند المستمعين والحاضرين في أغلب الأحيان، فما يتطرق له على منبر الرسالة وفي محراب النبوة من قبل الدعاة والمشايخ والخطباء والمتخصصين أكثره كلام مسموع مكرور، سمعه الناس وطرق مسامعهم وكرر عليهم كثيرا كثيرا، يغيب عن طرح كثير من الإخوة مع الأسف بعد الواقعية، فقد يتناول الموضوع رجلان أو خطيبان، الموضوع واحد لكن كل يتطرق له من زاويته، وكل يسلط على هذا الموضوع الذي يتكلم فيه قصارى جهده، وهذه تعود إلى عدة أمور ليس الآن مجال الحديث عنها. طلب أن نتحدث في هذه الخطبة إخوتي في الله عن الأمانة، عن معناها من حيث أنها مبدأ جاء الإسلام بإرساء قواعده، ومن منا لا يعرف مكانة الأمانة في الإسلام؟ قرأنا القرآن ونقرأه، سمعناه ونسمعه، سمعنا الآيات والأحاديث، وتحدث خطباؤنا وشيوخنا عن هذا الموضوع، فهو موضوع ليس بمجهول علينا، لكن الذي قد يغيب عن أذهان كثير منا هو بعد الواقعية والشمولية التي تتعلق بهذا الموضوع. فالأمانة إخوتي في الله لا تكون مقصورة على مبلغ من مال أعطاكه زيد أو عمرو من الناس لتحفظه له، ليقول لك يا فلان بالله خلي عندك هالترقيبة هذه أو هذا المبلغ من المال وراني راجع بعد الفاكونس رجحوا لي. لا تنحصر الأمانة في ذلك، هذه وديعة هي جزء من مفهوم الأمانة ككل. الأمانة إخوتي في الله مفهومها أشمل وأعم في الإسلام من مجرد وديعة مالية أعطاكها شخص لتردها عليه بعد شهر أو شهرين أو سنة ائتمنك عليها. الأمانة مفهومها أشمل وأكمل وأعم، إن مفهوم الأمانة معاشر المسلمين شمل جميع جوانب الدين، وهذا هو الذي قرره المفسرون عند قوله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهل الأمانة المذكورة في هذه الآية هي مجرد المبلغ أو الوديعة أو ماعون أو شيء ائتمن شخصا عليه، أم يشمل أكثر أو يعم أكثر من ذلك؟ الثاني بلا شك، قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء وغيرهم إن الأمانة المذكورة في الآية هي الدين كله، فالدين كله أمانة ائتمن الله تعالى الناس عليها، عرضها على السماوات بسعتهن وثقلهن وحجمهن وعلى الأراضين بعظمهن فأبين أن يحملنها، لا معصية لله تعالى وإنما إشفاقا وخوفا. أدركت السماوات والأرض أن أمانة الدين أمانة خطيرة، وأن الدين
لا يمكن أن يتساهل في تحمل أمانته. أبت السماوات أن تتحمل أمانة الدين، وأبت الأراضي أن تتحمل أمانة الدين، فتحملها الإنسان وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. كثير الظلم، كثير الجهل، يجهل حقائق الأمور. وتجد تفسيرات أخرى، من فسر الأمانة بأنها الصلاة، ومن فسرها بأنها الفرائض، ومن فسرها بأنها الجوارح. كل هذه التفسيرات تعتبر من قبيل تفسير التنوع أو اختلاف التنوع. يتنوع المعنى ويتعدد المعنى في الآية الواحدة، وذلك من بلاغة القرآن الكريم. الأمانة إخوتي في الله مفهوم شامل ومفهوم كامل لكل جوانب الدين والدنيا. فالإنسان مؤتمن أول شيء على تحقيق عبوديته لله عز وجل، فالتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى أمانة. يسأل ربنا الإنسان يوم القيامة عن توحيده، قال سبحانه: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. يسأله: اتبعت من؟ من عبدت يا بني آدم؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فأعظم الأمانات هو هذا النوع، إفراد الله عز وجل بالعبادة دون سواه. فالتوحيد أمانة، فمن وقع في الشرك بالله عز وجل وصرف العبادة لمن لا يستحقها فقد خان أمانة التوحيد. قل مثل ذلك في شأن الصلوات الخمس وأركان الإسلام ككل. الصلوات الخمس أمانة، الصلوات الخمس أمانة، والزكاة أمانة، والصيام والحج وسائر الفرائض التي افترضها الله عز وجل علينا أمانات ائتمننا الله عز وجل، أمانات ائتمننا الله تبارك وتعالى على أدائها على الوجه الذي يرضيه. من تهاون فيها أو كسل فيها أو ضيع شيئا منها عمدا فإنه خائن لهذه الأمانة، مضيع لها، مفرط لها، سيسأل عنها بين يدي الله جل جلاله. قل: من ضيعها عمدا وقصدا وتهاون فيها فإنه متوعد بوعيد الله الأكيد. من ذلك الصلوات: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جعل الله وإياكم من أهل الجنة. إذن توحيدك أمانة، وصلاتك وصيامك أمانة، وزكاتك وحجك أمانة. وقل مثل ذلك أيضا في الجوارح التي وهبها الله لبني آدم مجانا من غير سؤال، ما ظهر منها وما بطن، أمانات وودائع. لا يملك أحد شيئا من جوارحه. أمن يرزقكم من السماوات والأرض أمن يملك السمع والأبصار؟ فملك السمع والأبصار المطلق لله تعالى. جوارحك أمانات، سمعك وبصرك وفؤادك وكل سائر هذه الأعضاء الموهوبة مجانا لك من عند الله تعالى. اشتريتها بمالك؟ لا، سألت الله إياها. من سأل منا ربه أن يهبه عينا أو أذنا أو سمعا أو بصرا أو قلبا أو كبدا؟ لا، وإنما تفضل بها علينا، نلناها بغير سؤال. فهو يتفضل على عبده بالنوال قبل السؤال، بل بالنوال دون السؤال. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لأجل ذلك لا يجوز التصرف فيها لا بتبرع ولا ببيع ولا بهبة، لأنها ليست ملكا له، بل هي ملك لله وحده. فهذا الجسم إذا عرضه الإنسان إلى ما يضر به أو يهلكه
أو يتلفه فإنه سيسأل عن ذلك عند الله، لأن الله ائتمنه عليه. فهذه الأمانة يجب أن تحفظها وترعاها. وبالتالي انظر كيف نستنبط من ذلك مفهوم الشمولية وبعد الواقعية. فمن عمل على أن يصحح جسمه ابتغاء وجه الله سبحانه بتناول ما ينفعه وتجنب ما يضره وتقوية جسمه، فالمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، من سعى في ذلك ابتغاء وجه الله وحفاظا على هذه الأمانة واستعانة بذلك على تحقيق عبادة الله، فهو مأجور عند رب العالمين. والذين يعاقرون كثيرا من المحرمات التي تعود على أجسادهم وأجسامهم بالمضرة وبالهلاك، هؤلاء قد خانوا أمانة الجسم مع خيانة الدين. الذي يتعاطى المخدرات بأنواعها والمسكرات وسائر المضرات، هؤلاء خانوا أمانة الأجسام والأعضاء والجوارح التي ائتمنهم الله تعالى عليها، وسيسألهم بين يدي: منحتك كذا وكذا، منحتك فؤادا وسمعا وبصرا وصحة، ماذا عملت فيها؟ جاء في الحديث الذي خرجه أحمد وإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يسأل عنه العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. الله يسأل العبد: أعطيتك الصحة، وش عملت به؟ ألم نصح لك جسمك ونسقيك من الماء البارد، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إخوتي في الله، ويشمل أيضا معنى الأمانة النعم التي أسبغها الله علينا مما لا يعد ولا يحصى ولا يحصر ولا يستقصى. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. الأموال والأرزاق بأنواعها أمانات يسألون الله عنها: هل أدينا هذه الأمانة أم وقعت فيها الخيانة؟ الزوجات والأولاد من معاني الأمانة، زوجتك أمانة في عنقك وأولادك كذلك أمانة ائتمنك الله عليها ووديعة استودعتها. وما من راع يسترعيه الله رعية فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. والحديث في الصحيحين من حديث معقل بن يسار، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله سيسأل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. ولهذا من حفظ الأمانة في الزوجة والأولاد توجيههم ونصحهم وحوطهم علاوة على النفقة عليه. فمجرد النفقة والقيام بالحق المادي والمالي فقط لا يكفي، بل لا بد من التربية والتوجيه، وعلى الله قصد السبيل. النتائج لا تسأل عنها عند الله. قد تعمل جاهدا على أن يكون ابنك صالحا، تدعو وتربي وتنصح، ويقدر الله شيئا آخر، يقدر الله شيئا آخر يخرج طالحا فاسدا منحرفا، فلا يكون عليك تبع حينئذ. حينئذ تنصلت من المسؤولية. لماذا؟ لأن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. إخوتي في الله، لا يتوقف معنى الأمانة على هذا أيضا، بل يشمل أيضا أمرا خطيرا يتعلق بحقوق الآخرين، من ذلك المسؤوليات وإدارة الشؤون المهمة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يعظ الناس ويتكلم فيهم، فأقبل رجل من الأعراب، أعرابي من سكان البادية، قال: يا رسول الله، وقد قطع حديثه، متى الساعة؟ متى يوم القيامة؟ إمتى؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإعراضه عنه لأنه لم يكمل حديثه، خلي نكمل أولا حديثي
ثم بعد ذلك إيش؟ أجيبك. فلما أتم حديثه انظر إلى الأدب، قال: أين السائل آنفا عن الساعة؟ شكون هذا اللي يسأل عن يوم القيامة متى؟ قال الأعرابي: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الأعرابي: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ كيف تضيع الأمانة؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا أعطيت المسؤولية لغير أهلها في أي مجال من المجالات، في أي مجال من مجالات الحياة، إذا وضع في المكان غير الرجل المناسب، إذا وقع الخلل ودخلت الحسابات الخارجية، إذا نصب فلان أو علان في أي مسؤولية كانت، إدارة مصنع، رئاسة مدرسة، رئاسة جمعية، أي شيء من أنواع السلطة والمسؤوليات العامة، إذا نصب لهذه المسؤوليات غير الأكفاء ولم يكن المعيار، هو قوله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. بل دخلت حسابات أخرى، محابات، جنسيات، قوميات، قرابات، عائلات، صحبة، صداقة. فانتظر الساعة إذا وسد الأمر إلى غير أهله. واليوم إخوتي بالله في أغلب أحوال المسلمين وما يعانيه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، سببه الرئيس أن الأمور وسدت إلى غير أهلها. نعم، اليوم نحن نعيش زمان الفتنة، وزمانا اختلط فيه الحابل بالنبل، الحق باطل والباطل حق، كما قال عليه الصلاة والسلام يصف السنوات هذه التي كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد وإسناده صحيح عن أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين. سبحان الله، الذي ينطق بالصدق والحق كذاب، يتكلم العالم أو المتخصص في مجاله. خلينا ليش نمشوا لحنا العلم الشرعي بس، في كل مجال فيه صادقون كم في العلم الشرعي. يجي شخص خبير اقتصادي يقول لك: اقتصاد البلاد منهار، سببه الرشوة والمحسوبية والفساد المالي الموجود في الإدارات. يجي شخص يقول له: تكذب، مش صحيح. يكذب الصادق، يؤتى بغير المتخصصين فيتحدثون في غير اختصاصهم، والآن الباب مفتوح، الكل يتجرأ على غير تخصصي، لا يحترم التخصص. هنا في بلاد الغرب كل واحد يتكلم فيما يجيده، في الاقتصاد يؤتى بالخبير الاقتصادي، في الرياضة يؤتى بالخبير الرياضي، في الصحة يؤتى بالخبير الصحي. مش لعب، مش لعبة، الحياة لا تنتظم إلا باحترام التخصصات وحفظ الأمانات. لا يوسد ولا يوكل المهمة إلا القوي الأمين. وذلك انظر، بمجرد أن يتفطن لخيانة في إدارات المسؤوليات، يسجل على شخص محسوبية أو رشوة أو اختلاس للمال العام أو أنه أخذ أموالا كثيرة من خزينة الدولة، تقوم الدنيا ولا تقعد. ليش؟ خيانة عظيمة. مثل هذا يقول لك: لا ينبغي أن يقود ولا أن يسوس، فيزاح مباشرة، ولا تحابيه وسائل الإعلام، تفضحه صباح مساء وتخرج الفضيحة بسبب رشوته أو خيانته للدولة وخيانته للمجتمع. حينما يرتقي المسلمون إلى هذا المستوى ستقوم لنا قائمة. اليوم مجتمعاتنا يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يؤتى بالكاذب في وسائل الإعلام، يتكلم كلاما كذبا، يشوه الشرفاء، يكذب على الناس، وبعد ذلك يصدقه الرعاع والدهماء. جي بعض الناس تقول له: أنت من سمعتها؟ قال لك: أخي سمعتها في التلفزة. إيه سمعتها في التلفزة، رواها البخاري ولا مسلم؟ وشكون هذا اللي قال في التلفزة؟ هذا كاذب من المأجور، يأخذ مالا ليكذب. موجود هذا، إلا ما رحم ربي عز وجل، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين.
الأمين لا يؤتمن بل يعتبرونه خائنا، والعكس ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. هذه السنوات الخداعات. قيل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه اللي ما عنده قيمة عزكم الله يتكلم في أمر العامة، إنسان ما عنده قيمة يتكلم في مجال ليس من مجالاته. لو تكلم شخص من أهل العلم نقول في الكرة نقول له اسكت احترم نفسك مش مجالك، يجي شيخ يتكلم في الطب نقول له اسكت مش من مجالك، الطب يتكلم فيه الأطباء، وهكذا. إذا احترم الناس التخصصات فحينئذ تؤدى الأمانات. إن خير من استأجرت القوي الأمين. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعيننا وإياكم على أداء ما ائتمننا الله عليه، وأن يعيذنا وإياكم من الخيانة ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. كتب الله من معاني وشمولية مفهوم الأمانة أيضا العلم الشرعي، فالعلم الشرعي أمانة على حملته قرآنا أو سنة وما يتبع ذلك. فالعلماء مؤتمنون على الشرع بيانا وإفهاما وإبلاغا وعملا. ملائكة لا ليسوا ملائكة ولن يكونوا، لكن فيه شيء يقبل وفي شيء لا يقبل. لا يطالب العلماء بأن يكونوا ملائكة تمشي على وجه الأرض يجري عليهم الخطأ وتجري عليهم الذنوب في الجملة، ولا أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه شيء لا يقبل. العلم أمانة عظيمة، ومن وجوه هذه الأمانة أن يصدع العالم بالحق وأن لا يخاف بالله لومة لائم، خاصة إذا كان سكوته عن الباطل يؤدي إلى الفتنة. لأن الله أخذ الميثاق على العلماء بأن يبينوا، هذا واجبهم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال أيضا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقال محذرا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. كتمان الحق وعدم الصدع به جريمة سجلها الله عز وجل على من وقع فيها، لأنه خيانة للعلم. العالم يجب أن يصدع بالحق في كل وقت، لا يتحدث إلا في أمور الأمن عندما تكون السماء صافية والجو صحوا والشمس مشرقة والعصافير تزقزق يتكلم. فإذا وقعت فتنة أو وقع خوف في الأمة ابتلع لسانه، لا. الله يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلماء. لكن انظر كيف ذكر الأمن والخوف، فدل ذلك على أن الله حمل العلماء مسؤولية البيان حتى في حال الخوف. أسئلة تطرأ على الناس وتمر بأذهان الشباب لا يجدون لها جوابا، ما يلقاوش من يجيبه. فيها من المشايخ والعلماء لا يتكلمون إلا في أمور محدودة جدا، نواقض الوضوء، صلاة، الزكاة، صلي وصوم وحج وإن شاء الله تدخل الجنة. أودي الإسلام أشمل من هذا وأعم من هذا. عندنا كوارث وعندنا واقع مرير حدثنا فيه، حدثنا عن العدالة الاجتماعية في المجتمع، حدثنا عن البطالة وأسبابها، حدثنا عن ظاهرة غلاء الأسعار، حدثنا عن ظاهرة الزخم الإعلامي العربي الذي زج بالأسر في مستنقع آسف، حدثنا عن الفساد الأخلاقي والمالي في الإدارات، حدثنا عن الرشوة والمحسوبية. الناس يريدون أن يسمعوا مشاكلهم اليومية،
تكلم فينا على الصلاة والزكاة، الناس كل صلي وزكي. سهل أن يتحدث الناس عن الصلاة والزكاة، أمانة العلم أمانة عظيمة. ومن مفهوم الأمانة وشمولها الودائع التي بين الناس، أو المعاملات ككل في البيع والشراء والأخذ والعطاء. كل المعاملات بين الناس ينبغي أن تقوم على الأمانة وعدم الخيانة والغدر فيها. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن زمان ترفع فيه الأمانة. جاء في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثين فرأيت أحدهما ولم أرى الآخر. قال عن الأول: إن الأمانة، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. قال ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: إن الرجل ينام النوم فترفع الأمانة من قلبه. إن الرجل ينام النوم فيصبح وقد رفعت الأمانة من قلبه، فيبقى أو فيظل أثرها مثل الوقت أو المجل، كجمر دحرجته على رجلك فرأيته منتبرا. شفت الجمرة إذا دحرجت على الجلد مش تعمل، تنفخ ويمتلئ هذا الانتفاخ بالماء، يمتلئ هذا الانتفاخ بالماء من شدة إيش؟ من الاحتراق. فقال عليه الصلاة والسلام: يبقى أثر الأمانة في القلب مثل الوقت، هذا يتسمى الوقت، هذا الانتفاخ، الوقت والمجل، كجمر دحرجته على رجلك فرأيته منتبرا ليس فيه شيء. قال: فيتبايع الناس فلا يبقى فيهم أمين، حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا. قال: فيذهبون إليه فيقول بعضهم: ما أعقله، ما أظرفه، ما آمنه. قال عليه الصلاة والسلام: وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. المقصود ما معنى النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الأمانة ترفع من قلوب الإنسان، من قلب الإنسان أو من قلوب كثير من الناس، فلا يبقى إلا أثرها، وتشبيه الأثر بالمجل أو الوقت الانتفاخ. شو معناها؟ معناها أنه ترى الشخص في الخارج مظهره مظهر تدين، المظهر مظهر إسلامي، مظهر تدين، لكن حقيقة العمل والمعاملة لا ترى أمانته. إذا باع غش في البيع، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، وهذا هو النفاق. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال عليه الصلاة والسلام في رواية لمسلم: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، وزعم أنه مسلم. اليوم سؤال بسيط جدا من الواقع: تحب تشتري سيارة، أنت تحب تشتري سيارة، وتدخل على البنكو، مش هيك؟ تدخل على البنكو ولا تمشي لسيت فيها بيع السيارات، مما تبحث عنه في المواصفات اسم المالك. إذا وجدت المالك فرنسيا ولا ألمانيا ولا أوروبيا عموما، لا تشعر بذاك الضيق والخوف. قل: شريتها من عند جاوري، سيارة عند امرأة فرنسية ولا جاورية، يقولوا هيك، ها؟ تشتريها. قل: ما لا تخشى غشا ولا غدرا ولا خيانة. صحيح ولا مو صحيح؟ بينما لو وجدت اسم السائق أو المالك لها، من أسمائنا نحن مع الأسف، تقول: رب يستر، لازم نشوفها ورب يستر. ليش؟ هذا كلام يوجع القلب. صحيح يوجعنا، نحن لا نقع في التعميم، لكن من كثرة ما صدر من أفراد منا من غش وغدر وخيانة وضربان للكونتور وهات من هذه الأمور، يولي الإنسان يأخذ احتياطه، يأخذ احتياطه. شوف كيف الواقع، الدين المعامل، هذا إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه يأتي على الناس زمان المظهر اللي يخدع الناس، فلا يخدع عنك المظهر، المظهر لا يخدعه، بل معاملة الإنسان هي التي تبين حقيقته وحقيقة أمانته. نعم، إنه عليه الصلاة والسلام ينفي في بعض الأحاديث
فيقول: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. رواه أحمد وإسناده صحيح. ينفي كمال الإيمان للخائن، إن الله لا يحب، إن الله لا يهدي كيد الخائنين. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. فشأن المؤمن أنه لا يغدر، شأن المسلم أنه لا يخون، سواء كان هذا الذي يعامله مسلما أم غير مسلم. حتى غير المسلمين لا يجوز خيانتهم ولا غدرهم. لكل غادر لواء يوم القيامة يوضع عند إسته، أي عند مؤخرته، ويقال: هذه غدرة فلان بن فلان في عهد معاوية بن أبي سفيان، وقد تقدم بجيش في أرض الروم وأعطاهم عهدا مدة يعني، فأراد أن يتقدم المدة. فإذا رجل وهو عمرو بن عنبسة رضي الله عنه على دابته يقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدرا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعطى قوما عهد الله وعهد رسوله ورسوله فلا يغدرن بهم، فإما يخافن من قوم خيانة فلينبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. فلما سمعه معاوية رجع. خلاص، لا بد من الوفاء بالعهد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود مع المسلمين وغير المسلمين، هذا هو الأصل. يدخل المسلم إلى بلاد غير إسلامية بالتأشيرة ولا الطريقة، قانونية ولا غير قانونية، يسوي لنا بلاوي هنا، لأنه خائن غادر، ويشوه بهذه الأعمال القذرة دينا كاملا، يشوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشوه الإسلام، ويشوه المسلمين، ويورط المسلمين، يضعهم في مطبات لا أول لها ولا آخر. ليش؟ لأن هؤلاء لم يتربوا على الدين الصحيح، مظاهر بس، لحية طويلة وأشياء من هذا القبيل، ظن أنه خلاص ضمن مفتاح الجنة. فالله، الله إخوتي في الله، فيما استودعكم الله جل وعلا عليه من ودائع وأمانات، فكل ما يحيط بنا قد ائتمننا الله عليه. وليحذر الإنسان من أن يغدر أو أن يخون أو أن يلقى الله جل وعلا غدا والأمانة قد تعلقت في رقبته. فإن الصراط إذا ضرب على متن جهنم، قال عليه الصلاة والسلام: ويقوم على جنبتي الصراط الرحم والأمانة تطالبان بحقيهما. الرحم تقول حقي، والأمانة تقول حقي. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعزنا وإياكم بطاعته، وأن لا يذلنا بمعصيته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم لا تدع لنا هذا في ذنب في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا شابا إلا ثبته، ولا شيخا إلا عافيته، ولا حقا إلا أظهرته، ولا باطلا إلا دحرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إن رجلا بيننا ومنا ومعنا قد ابتلاه الله عز وجل بمرض ابنته الصغيرة، بمرض السرطان، وقد سألنا الدعاء، ولسنا أهلا لذلك إلا ما قوي الرجاء فيك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم اشفها شفاء عاجلا، اللهم اشف هذه البنية شفاء عاجلا، اللهم أنزل عليها عافيتك، وأنزل عليها الصحة يا رب العالمين. اللهم أبدلها لحما خيرا من لحمها، ودما خيرا من دمها. اللهم اجعل ما ابتليتها به طهورا لها ولوالديها. اللهم يا من شفيت نبيك أيوب بعد طول سقم، اللهم يا كاشف الضر، اللهم يا كاشف الضر، اللهم يا كاشف الضر، اكشف ضرها وضر المتضررين من المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. إخوتي في الله، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم كما أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.